هل يأثم الشخص إذا عدل مع زوجته ولم يخبرها؟ ولا صح التعدل لغرض الصداقة الصدقة والعفة من أرملة أو مطلقة بحاجة للنفقة؟ إخبار الزوجة الأولى بالزواج بثانية من قبيل حسن العشرة، لكن ليس من الواجبات المحتومة. ليس من شروط صحة الزواج بثانية أن يخبر الزوجة الأولى بذلك. والقاعدة في هذا: من لا يلزم إذنه لا يلزم علمه. من لا يلزم إذنه لا يلزم علمه، لكن إن فعل فقد أحسن عشرتها وأكرم صحبتها، وأرجو ما إن حصلت النية في هذا أن يثاب عليه إن شاء الله. طبعا لعل من المناسب أن أضيف هنا أن للزوجة أن تشترط على زوجها من البداية أن لا يتزوج عليها بأخرى، فإن فعل كانت مخيرة بين البقاء معه أو مفارقته للضرر الذي ترتب على الإخلال بالشرط مع الاحتفاظ بحقوقها المالية. لكن ينبغي أن يعلم أن الزواج بأخرى ليس في ذاته إضرار بالأولى يوجب التطليق للضرر، إذ لو كان ذلك لحرمته الشريعة ابتداء، التي قالت لا ضرر ولا ضرار. لكنه إذا أضر بالأولى بسبب عدم العدل بينها وبين الثانية كان لها الحق في طلب التطليق للضرر. فإن أوفى بما عاهد الله عليه وأقام حكم الله في تعامله معها ولم تطق صبرا على التعدد ولم تكن قد اشتاط عليه علمه، في هذه الحالة لها طلب الخلع، مع ملاحظة أن التعدد خارج ديار الإسلام له حساسيته الخاصة لتجريم القوانين له. وقد صدر فيه قرار لمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا، أسوق لكم منصه تتميما للفائدة. يقول قرار المجمع: تعدد الزوجات إرث ديني قديم، وهو حاجة إنسانية في بعض الحالات، لا سيما في ظل زيادة عدد النساء وتحريم المخادنة وسائر العلاقات غير الشرعية بين الرجل والمرأة. وقد جعل الإسلام له سقفا وقيده بالقدرة والعدل، وينبغي للمسلم تجنب مخالفة القوانين المحلية دفعا للضرر العام والخاص. أما ما تذكره يعني هو على أصل المشروعية لهذه الأغراض أو لغيرها، لكن ربما مع هذه الأغراض الصدقة والعفة إن كنت صادقا فيما تقول من أرملة أو مطلقة بحاجة للنفقة، أرجو أن يكون هذا من القربات. لكن انتبه، نفس لها مساربها الخفية، وقد تأتيك من هذا الباب فتقارن الأهواء الآراء، فاجتهد في تصفية النية إن كان هذا حقا مقصودا وهو مشروع بهذا المقصود أو بغيره، بارك الله فيك.